الشيخ الغزواني بمدينة ودان إشارة انطلاق منافسات الرماية التقليدية، ويتنافس في هذه النسخة عدد من الفرق الناشطة في مجال الرماية التقليدية على المستوى الوطني. وقد أكد القائمون على هذه الكأس أهمية إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على منافساتها، مشيدين بالدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه الرياضة العريقة، والذي مكن من انتظام دوراتها وتفعيل النشاط الاقتصادي المرتبط بها في المدن التاريخية الأربع. هنا تشكل الرماية. بسم الله الرحمن الرحيم. الافتتاح مع القرآن الكريم.